السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يا ربي اليوم غادي نقدموا مع بعضياتنا واحد الفلون كراميل بدون فرن وبدون نشا وبدون كذلك فلون أو لا كريم باتيسير ولا بدون هذه الأشياء، يعني مكونات بسيطة. فغادي نوجدوا هذا الكريم الفلون كراميل عفوا. فالمكونات عندنا ان شاء الله باذن الله، عندنا كاس ديال السكر، فغادي ناخذه وغادي نديره في واحد الكاسرول باش غادي نردو ان شاء الله، يعني غيتكرمل ان شاء الله باذن الله، يعني نرجع كراميل. فهنا كمكونات، فعندي نص سترو ديال الحليب، 4 نتاع البيضات، عندي معلقه ديال سنيده حتى لجوج ديال المعالق على حسب الرغبه، وعندي الفاني. فغادي ناخذ جوج ديال الكاسرونات، وحده غندير فيها الحليب يسخن، وحده غادي ندير فيها السكر يذوب. فبالنسبه لهنا فدرت الحليب يسخن والسكر يذوب يعني في نفس الوقت، فالسكر ديالي ما كنحركوش حتى كيبان ليا انه كيدوب. هانتوما كيف ما كتلاحظوا في هذه المرحله هذه، حتى هو كذلك ما كنحركوش، كنبقى نحرك غير الكاسروله ديالي حتى يعني حتى كيدوب معايا السكر كامل. ودائما يعني النار يكون على الكراميل اللي غادي تكون مهيله جدا، عندكم تحرقوا عندك يحرقكم، يعني يحرق لكم يداتكم ولا شي حاجه. فهنايا نقدر نحركو دابا، يعني حتى كيرجع ليا في هاد الحبيبات هادو، يعني تنحاول انني نحل داك السكر، نحل داك الحبيبات او الجزيئات السكر باش يذوبو حتى هما مع الخليط صافي. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو باش بسرعه نخدمو الخليط، فهو ما كياخدش بزاف ديال الوقت. عندك تصوبوه بكري غادي يجمد لكم، الا جمد لكم تشعلوا عليه النار وهو تيولي مرخوف، يعني ماشي مشكل. فهنايا غادي ناخذ واحد البول وغادي ندير فيه 4 ديال البيضات، وهذيك ودوك جوج شاستيات ديال الفلون ديال الفاني عفوا، وغادي نزيد الحليب بالتدريج، يعني الحليب يعني اللي قلت لكم كيكون يعني ساخن جدا، فغادي نزيد بالتدريج مزيان مزيان، وغادي نحاول انني نحرك، وغادي نصفيه طبيعة الحال، نصفي هاد الخليط ديالي، غادي نصفيه انا فواحد الكاس، يعني نجم نصفيه باش ما بغيتو. فغادي نصفيه، وكذلك زدت كذلك السكر. فهنايا غادي نستمروا بالخلط حتى كيبانوا لي ان العناصر جنسات مع بعضياتها. غادي ناخذ واحد زليفات او اي طبقه عندكم ديال التقديم تتبغوا ديروا فيه، وطبيعه الحال غادي نخوي داك الكريم ديالي. فهنا راه هو شي شويه بحال بدا كيجمد ليا اولا بدا كيبرد ليا، فبالنسبه للجو عندنا بارد فدغيا كيبس. وغادي نكب عليه هذاك الخليط، غادي نكب، نحاول ان نكبو بالتساوي. انا خرجوا لي 4 ديال الزلايف من هادو و كاس، يعني هاد الثلاثة زلايف والكاس ان شاء الله غادي نديرهم في الكسكاس ديالي. ففي هاد الاحيان هادو راني الكسكاس ديالي دايره فوق البوطة، لا عفوا البرمة ديالي كتسخن، يعني درت فيها الماء ودرتها فوق البوطة، والكسكاس درت فيها ثلاثة ديال الجبانات ديال الفلون زائد الكاس ديالي. وغادي الجبانه الرابعه غنديرها في واحد يعني بوحدها، غتكون بوحدها، غادي نديرها في عن طريقه ديال الماء، يعني باش نوريكم انها يعني راه بحال الماء، بحال الكسكاس، بحال يعني بجوج طرق راهما مزيانين صالحين يعني خدامين. صافي غادي نديرها فوق الكسكاس، غادي نديرها فوق البرمه عفوا، نديرها فوق البرمه وغادي نحاول انني نخليهم واحد 11 دقيقه على النار اللي كتكون مهيله جدا باش يطيبوا.
وغادي ناخدو فاش غادي نحسو بيوم انه طابو، غادي ناخدو واحد الكيغدو وغادي بطبيعة الحال غادي نخشيه في الزلافة ديالي. كيف ما غتلاحظوا هذه هي الزلافة اللي قلت لكم درتها بوحدها، فدرت لها غير شي شويه ديال الماء بالجنيبات، فكيف ما كتلاحظوا فبغيت نحيد لها البلاستيكه ما بغاش تحيد، فغادي ناخذ واحد الكيغدو غادي نخشيه من الفوق كيف ما كتلاحظوا، فخرجناه ناشف يعني ما فيه والو. ففي هذه الاحيان في هذا فهي راه هما يعني راه واجد عندي كيف ما كتشوفوا. فهنايا غادي نخليوهم حتى يبردوا تماما وغادي ندخلوهم للثلاجه غير واحد شويه، ومن بعد غادي نخرجوه باش يكون هذا هو فانا الشكل غادي نخليهم حتى النهائي غيبردوا تماما، ديال غندخلهم غير واحد شي شويه الفلور للثلاجه تيشدوا راسهم، او ومن التحليه. بعد غادي نخرجهم وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتوما زينوهم كما بغيتوهم، فزوينين كيجيو يعني تحليات خفاف للسحور، وحتى في المذاق تيجيو يعني فهنايا خفافين غادي ما كيجيوش نقلبو في واحد الصحن، قايم. فغادي ندوز واحد الموس هكا في الجنيبات غير باش نحاولوا ان نقلعوها. ايوا غادي نقلبوها قبالتكم، يعني نقلبها قبالتكم. جيبي ما كتلاحظوا بحال هكا كيكون يعني متماسك ويعني القوام ديالو عاقد. غادي ناخد واحد المعلقه باش نوريكم من الداخل كيفاش، نتوما كيف ما كتلاحظوا فكيجي عاقد كيجي شاد. وعاد راه انا ما وكنتمنى خليتوش يبرد تعجبكم بزاف الوصفة. يعني إلى فيديو واحد قادم إن شويه شاء الله و بإذن الله، والصلاة بريتو والسلام على ليكم، رسول الله، والسلام فكيجي عليكم زوين ودائما كيجي. في